يكون اليوم الخامس من ديسمبر مع الذكرى 25 لتتويج فريق الكرة بنادي الزمالك بلقب الأفرو أسيوي للمرة الثانية في تاريخه. ونجح الزمالك في تحقيق اللقب الأفرو أسيوي للمرة الثانية عقب الفوز على يوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدف نظيف لمحمد صبري في لقاء العودة بملعب القاهرة الدولي. قيادة فنية للهولندي رود كرول. وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، حيث نجح طارق مصطفى في تسجيل هدف ذهبي خارج الديار كان بمثابة مفتاح التتويج في لقاء العودة بالقاهرة. وخاض الزمالك مباراة 5 ديسمبر بتشكيل مكون من الحارس العملاق نادر السيد والثلاثي الحديدي في خط الدفاع يحيى نبيل وسعيد حنفي ومدحت عبد الهادي، وشارك أيمن عبد العزيز كظهير أيمن وشغل الجبهة اليسرى محمد القط، بالإضافة إلى ثلاثي الوسط تيجان الكرة المصرية إسماعيل يوسف وأحمد عبد الله ومحمد صبري صاحب هدف الفرحة والتتويج. وقاد الهجوم الأبيض الهداف أكرم عبد المجيد والنجم أسامة نبيه، وحل بديلاً في الشوط الثاني كل من طارق مصطفى وعصام مرعي وأحمد متولي. ويعتبر الزمالك هو النادي الوحيد في القارة الإفريقية الذي نجح في إحراز لقب الأفرو آسيوي مرتين، حيث كانت المرة الأولى في فبراير من عام 1988 قبل أن يعود الفارس الأبيض لتحقيق اللقب في إنجاز فريد في عام 1997.